أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقاتنا من برنامجنا الأسبوعي الخليج في أسبوع. مشاهدينا الكرام، برنامج الخليج في أسبوع يطل عليكم أسبوعيا ليضيء على أبرز القضايا والاهتمامات الخليجية. سوف نتناول قضايا سياسية اجتماعية واقتصادية وقضايا أخرى منوعة شغلت الرأي العام الخليجي، سنبحثها في برنامجنا ونجعل منها مساحة تفاعل معكم أنتم مشاهدينا ومتابعينا. فبالإضافة إلى استعراض أبرز هذه الأخبار، سنجعل منها مساحة تفاعل معكم. أكيد مشاهدينا يسعدنا أنكم تشاركونا رأيكم عبر عناوين البرنامج وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. كغيرها من دول العالم، لا تزال هناك مشاكل يعاني منها قطاع التربية والتعليم في الخليج، وما يزال القائمون على هذا القطاع يكثفون دعواتهم للإسراع بتطوير المناهج الدراسية والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة. وأصبح التعليم قضية تهتم بها دول الخليج العربي بدرجة لا تقل عن اهتمامها بأمنها القومي، فهو أداة الأمة للتقدم والارتقاء على كافة الأصعدة التي تعتبر لاحقة بها. فكان لابد من الأخذ بعين الاعتبار مجموعة نقاط بارزة من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم كاملة، لتصبح بذلك دول الخليج واحدة من أفضل أنظمة التعليم العالمية، والتي تنقسم إلى تطوير مناهج التعليم بما يتوافق مع التقدم الهائل الذي يشهده العالم، ووضع استراتيجية تطوير للأساليب التعليمية كإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى وسائل التعليم، وتعزيز الشراكات مع الدول الرائدة في مجال التعليم. ودائما دبي التي تعكس الصورة المشرقة لدول الخليج، فقد كشف تقرير دولي حديث أعدته مؤسسة فرنسية تحت عنوان الارتقاء بنظم التعليم المدرسي، منهجيات رائدة في 5 مدن واعدة، على أن النظام التعليمي في دبي مؤهل ليكون واحدا من أفضل النظم العالمية التي نجحت في تحقيق أعلى تحسن في الأداء بين 65 بلدا شاركت في اختبارات بيسا. واتسم نظام التعليم المدرسي في دبي وفقا للتقرير بوجود قيادة متسقة على أعلى المستويات، مما ضمن إرساء أسس متينة لإصلاح نظام التعليم المدرسي وساعد على ترسيخ الإصلاح وازدهاره. وهذا أدى بدوره إلى تحقيق تطور ملحوظ في تحسين مخرجات الطلبة في إمارة دبي، وكما هي الحال في 6 دول أوروبية شملتها الدراسة، أدى وجود قيادة قوية وحاضرة دائما إلى تطبيق منهجية ذات رؤية محددة في إصلاح نظام التعليم المدرسي. معنا من الفجيرة الأستاذ الدكتور فارس البياتي، رئيس جامعة العلوم الإبداعية. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية دكتور، ما هو المطلوب من الجامعات لتخريج طلاب وطالبات يمكن لهم الاندماج في بيئة العمل بعد التخرج؟ نعم، شكرا جزيلا، بارك الله بكم على اختيار هذا الموضوع الحيوي الذي يشغل أفكار وبال الحكومات العربية يعني بالدرجة الخصوص والعالم أجمع. الحقيقة قبل أن نعطي هذه الرؤية لابد أن نعلم أنه يعني نحن الآن في مرحلة تحدي، هي مرحلة تحدي لتطوير التعليم في كل العالم وليس فقط هنا، وهناك استراتيجيات عالمية بنيت على أساس القومي لكل بلد أساس تطوير المعايير التعليمية في البلد. بغية تحقيق أهداف سواء كان على التعليم على مستوى الجامعي أو كان على المستوى التعليم الثانوي أو الابتدائي وهكذا، بغية الحصول على مخرجات تهدف إلى خدمة المجتمع وتشارك مشاركة حقيقية في بناء هذه منظومة التطور، وتشارك مثل ما تفضلت في مقدمة البرنامج تشارك منظومة التطور العالمي. وهنا عندما نقف عند هذه النقطة لابد من التذكير أنه عندما نحصل على هذه النتيجة لا نخاف أو نتردد من شيء اسمه العولمة في التعليم، بل العكس، في عندما نقوي العناصر الداخلية لمجتمعنا
من خلال المعرفة والتعليم الخاص والتعليم والمناهج العربية، وخصوصا التعليم مدى الحياة، وربط هذا التعليم أو هذه الخطط ربطها بالتنمية البشرية والمستدامة من خلال المناهج الدراسية، سواء كانت جامعات مثل ما يعني الآن وضحت، أو كانت من خلال دراسات الأولية أو الثانوية. الحقيقة يعني أنا أسميها هذه المرحلة أنه نحن بحاجة الآن إلى التعليم الفعال. طبعا هذا التعليم يأتي من خلال اهتمامنا بأبعاد العملية التعليمية، سواء كان المعلم أو المنهج أو المتعلم، اهتمام أكثر مما هو موجود حاليا، يبتدئ أو يبدأ من إعداد المعلم وتطوير وسائل التعليم وربطه بالتكنولوجيا وتدريبه على استخدامات الطرق الناجحة الكثيرة الحقيقة خلال نتائج دراسات عديدة من طلبة الدراسات العليا اللي مرت علينا أو التي نقرأها ونطلع عليها، كانت تهتم اهتمام كثير بتطوير أساليب الدراسات من خلال المنهج أو إعادة صياغة المفاهيم أو تحديد نوعيتها أو تصويب تلك المفاهيم أو تحديد نسبها المعينة في الكتاب المقرر. نعم، إذن الأستاذ والدكتور فارس البياتي رئيس جامعة العلوم الإبداعية كنت معنا من الفجيرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، واقع الاقتصاد في دول الخليج العربي ومع انخفاض أسعار النفط سوف يكون معنا، ولكن بعد الفاصل. من جديد حياكم الله. خسرت أسواق النفط العالمية خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 20%، حيث وصل سعر برميل النفط الخام إلى ما دون $20، مما انعكس سلبا على أسواق المال الخليجية التي بدأت تبحث عن بديل النفط من أجل استمرار أسلوب الحياة التي يعيشها مواطنيها من رخاء ورفاه. إلى أين وصل النفط؟ ولماذا هذه الانخفاضات في أسعاره؟ وكيف بحثت دول النفط لإيجاد الحلول؟ نتابع معا في هذا التقرير. مزيد من الخسائر تحققها أسواق النفط بعد أسبوعين من الخسائر التي أوصلت سعر البرميل إلى ما دون $30، فتباينت آراء خبراء الاقتصاد حول أسباب هذا الانخفاض وانعكاساته على العالم وتحديدا على منطقة الخليج العربي، ويأتي ذلك ليواصل نسق الانخفاض الحاد في الأسعار المستمر منذ منتصف عام 2014. خبراء أرجعوا أسباب الانخفاض إلى فائض المعروض مقارنة بكم الإنتاج، فكيف لن ينخفض النفط إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار أول مبادئ السوق الحر وهو العرض والطلب؟ فإذا كان الأخير أقل من الأول بأكثر من 2 مليون برميل يومياً، فإنه من المستحيل أن ترتفع الأسعار. الاتفاق النووي الإيراني جاء مكملا لدفع سوق النفط إلى مزيد من الخسائر، فبمجرد رفع العقوبات الدولية عن طهران، وهذا ما حصل، فإنها ستزيد من معروض السوق، وهذا ما سيزيد من حجم المخزون العالمي أكثر، وقد تستمر الأسعار بالانخفاض وفق ما يراه محللون. انعكاسات سلبية فرضها سوق النفط على أسواق المال الخليجية، وهذا كان واضحا منذ مطلع العام، فاستنفرت صحف الاقتصاد وبدأ المحللون بتفنيد أسباب هذه الخسائر التي وصلت إلى ما لم تصل إليه منذ 2004. الصحف الإماراتية أتت عناوينها مطمئنة، فقالت البيان في عنوانها: توقعات النمو تبقى إيجابية رغم انخفاض أسعار النفط. ونقلت صحيفة الاتحاد عن وزير الاقتصاد الإماراتي قوله: إن سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة أدت إلى تقليص ومحدودية تأثيرات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني. وهذا هو المطلوب فعلا، فقد كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه في تويتر: سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخي محمد بن زايد، وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية
وصولا لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة، ليعد قرار هو الأهم بتاريخ الدولة النفطية، وذلك بعقد خلوة وزارية موسعة الأسابيع القادمة بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام. للتعليق على هذا الموضوع ومناقشته بشكل مفصل ينضم إلي الآن وفي الاستوديو الأستاذ نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك دكتور نايل. أيضا سوف يكون مشاهدينا الكرام معي بعد قليل الدكتور زايد الحصان أيضا لنتشارك ونتباحث حول هذا الموضوع. أستاذ نايل، اليوم وبعد الخسائر الفادحة التي منيت بها أسواق النفط، حقيقة النفط لم يعد الابن البار لدول مجلس التعاون الخليجي، يجب اتخاذ خطوات استباقية من قبل الحكومات وأيضا الأخصائيين والخبراء الاقتصاديين لمعرفة مستقبل دول مجلس التعاون ما بعد النفط. تعليقك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة اتجاه دول الخليج إلى تنويع الاقتصاد. تنويع الاقتصاد هو ما يجعل أن النفط تقريبا المركز الرابع أو المركز الخامس في بعض الدول. دول الخليج الآن اتجهت إلى عدة اقتصاديات لاحظناها في ميزانيتها، وخاصة المملكة العربية السعودية لاحظنا 29% من ميزانية المملكة العربية السعودية 2015 كان من خارج النفط. هذا دليل على تنويع الاقتصاد. تنويع الاقتصاد هو ما يجعل النفط درجة الرابعة أو الدرجة الخامسة. طبعا عندنا عدة أمور أخرى تمنح دعم الاقتصاد في دولنا، مثل أيضا التجزئة، أيضا لا ننسى السياحة، وأمور أخرى اتجهت إليها دول الخليج للابتعاد تقريبا أكثر من النصف عن أسعار النفط عندما تدنت أيضا لهذه الأيام إلى أقل من 20 دولار. نعم. أيضا يعني أستاذ نايل، نتكلم الآن أيضا عن دول الخليج وإمكانياتها البشرية الفنية الاقتصادية. هل تملك دول الخليج تلك الإمكانيات التي تجعل من انخفاض أسعار النفط أو تجعل من هذا الانخفاض بدون تأثير، وبالتالي يعني يبقى مواطن دول مجلس التعاون الخليجي بنفس مستوى الرفاهية التي يعيشونها اليوم؟ لو تحدثنا دول الخليج اتجهت إلى هذه الاقتصاديات أو تنويع الاقتصاديات ليبقى أبناء دول الخليج على نفس الرفاهية. التنويع الاقتصاد في دول الخليج هو ما أدى إلى تنويع يعني رفاهية المواطن الخليجي. لاحظنا انخفاضات النفط سوف تجذب من الميزانيات. الميزانيات تعتمد تقريبا في بعض دول الخليج إلى 90% بالنسبة إلى إمكانيات دول الخليج. دول الخليج 90% من ميزانيتها من النفط. النفط هو الركيزة الأساسية بالنسبة إلى دول الخليج. اتجاه دول الخليج إلى تنويع الاقتصاد هو ما يجعلها اتجاهها بكل تأكيد إلى أن هناك إمكانية كبيرة إلى رفاهية المواطن وإلى المدى الطويل. المدى الطويل هو ما تعتمد عليه دول الخليج أو اقتصاديات دول الخليج بشكل كبير في الأيام في المستقبل في السنوات القادمة أو في ما بعد النفط، اللي هو الآن اللي كانت تتحدث عنه دول الخليج في الماضي، اللي هو هناك الطاقة البديلة. نعم. ابقى معي أستاذ نايل. أيضا ينضم لي الآن وعبر الهاتف من الرياض دكتور زايد الحصان، أستاذ اقتصاد في جامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا بك دكتور زايد في أولى حلقات برنامج الخليج في أسبوع، والتي خصصنا جزء منها لمناقشة الانخفاض في أسعار النفط. دكتور، ماذا حدث لأسعار النفط خلال عام 2015؟ برأيك هذا الانهيار السريع في أول شهر من عام 2016، من المتسبب أيضا أو بالأحرى ما هو السبب في حدوث هذا الانهيار المتسارع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك أستاذ شيرين، ومسي على الأستاذ نائل، ومسي على الأستاذ المشاهدين. بالنسبة للحقيقة لأسعار النفط، أنا أعتقد أنه فعلا الأزمة حدثت في نهاية عام 2014 استمرت حتى اليوم. الأزمة بدأت في ثم بدأت في الأسوأ أكثر وأكثر مع الوقت. على وجه العموم اللي حدث الحقيقة أنه أوبك لم تكن على كلمة واحدة مثل ما تعودنا عليها خلال السنوات الأربعين الماضية. هذه الإشكالية الوحيدة اللي واجهت أوبك. أوبك مع الأسف لم تقرأ لا الوضع الجديد اللي فرضه
اكتشاف النفط الصخري أو الغاز الصخري في أمريكا، وكذلك لم تقرأ الحقيقة الأزمة المالية اللي حدثت في العالم والركود الاقتصادي اللي صار أو بدأ في الحقيقة من عام 2008 واستمر إلى اليوم. قابل هذا الركود انهيار أو تفكك في داخل أوبك، وأنا أعتقد أن أوبك الآن تواجه أكبر تحدي في تاريخها الطويل. القضية قضية واحدة فقط، أو السبب سبب واحد فقط، هناك مع الأسف تخمة في الإنتاج. عندما نتحدث عن تخمة في الإنتاج يعني أن المخازن النفط مليئة بالنفط، وكذلك الإنتاج اليومي لا يزال مع الأسف منذ البداية وحتى اليوم لا يزال يفوق الطلب. هنا الإشكالية، هذه هي المشكلة الحقيقة التي تواجه أسعار النفط. عندما تعلن دول الخليج عن محاربة أو القتال من أجل المحافظة على الحصص، هذا بالتحديد يعني الزيادة في المعروض من النفط الخام في الأسواق، في أسواق النفط على أساس يوم. إذن المشكلة والسبب الرئيسي الحقيقة هو زيادة الإنتاج. من يتحمل الزيادة؟ جميع دول أوبك تتحمل الزيادة، وكذلك الدول خارج الأوبك تحديدا روسيا. أضف إلى ذلك مسام في هذه المشكلة أنها تأخذ أبعاد أكبر، حتى خرجت عن نطاق السيطرة اليوم. الوضع السياسي اللي موجود حول العالم، الفوضى اللي تسببها وتسببت فيها روسيا مع الأسف سواء في العالم العربي وحتى في أوروبا، هذا جعل من القضية الاقتصادية تحديد قضية النفط قضية سياسية بالدرجة الأولى. نعم. هنا وصلنا للمشكلة الحقيقة، وهذا الآن اللي نقدر أقول لك ماذا حدث في أسواق النفط، هذا اللي حدث. نعم. سلعة اقتصادية تحولت إلى سلعة سياسية مع الأسف. نعم. ما دكتور زايد ابقى معي، أنتقل الآن بالسؤال للأستاذ نايل. أستاذ نايل، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ذكر أو تحدث أنه سوف يحتفل بآخر برميل نفط، برأيك ما هي المعطيات التي جعلت الشيخ محمد بن راشد وهو صاحب هذا الفكر دعنا نقول والاستنارة في للمستقبل وصاحب أيضا الأفق الواسع؟ يعني لو تحدثنا في السابق كان من الشيخ محمد، هم طبعا متعلمين من وتعلمنا من الأب الكبير الشيخ زايد الله يرحمه. الشيخ زايد قال من البداية تنويع الاقتصاد، تنويع الاقتصاد منذ بداية عهد الشيخ زايد الله يرحمه. الآن يحققه الشيخ محمد أن آخر إصدار نفط، آخر برميل سوف يكون في العقد القادم اللي هو 2023. صدور هذا النفط، أن هناك عوامل اقتصادية جديدة دخلت علينا، تكون جيدة جدا بالنسبة إلى تنويع الاقتصاد. هذا ما كنا نتحدث عنه وما زلنا نتحدث عنه، اللي هو تنويع الاقتصاد. تنويع الاقتصاد هو ما جعل الشيخ محمد إلى النظرة المستقبلية إلى 2023 الآخر، يكون آخر تصدير للنفط. هناك عوامل اقتصادية قوية في منطقتنا أفضل من الخارج، يعني هناك هذا السبب في انخفاض أسعار النفط، هي تؤثر على أزمة مالية جديدة، ولكن ليست مثل 2008، لأن الشرارة الآن ليست من أمريكا ولكنها من الصين، من أكبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. هناك تباطؤ بالنمو، هناك تباطؤ بنمو الاقتصاد، هذا ما أدى إلى أن وجود هناك التخمة في المعروض وعدم استقبال منتجات جديدة اللي هي من النفط إلى الأسواق المحلية. مثل ما ذكر الدكتور، هناك لتحمل المشكلة الكبرى هي أوبك، أن هناك تخمة بالمعروض ولم تتجه الدول أوبك إلى تقليل المعروض أو تقسيمه. اجتماع الأخير في ديسمبر كان هناك تقليل من الإنتاجية، أي أن هناك هم كانوا متفقين على 30 مليون برميل، لكن وجدوا حاليا أن هناك في السوق 31.5 مليون برميل، هناك 1.5 مليون تخمة بالمعروض، أي أن هناك زيادة في الإنتاجية بالنسبة أيضا إلى داخل أوبك. لذا تتحمل هي المسؤولية أوبك والاتجاه إلى تقليلها. سوف يكون على دول الخليج أن تكون هناك نمو اقتصادي بالنسبة إلى دول الخليج عند تقليل طبعا أوبك، سوف يكون هناك رفع للبترول، سوف يكون هناك دخول إلى الميزانية. ميزانية دول الخليج
كانت تعتمد 90%، الآن بفضل الله صارت تعتمد أقل من ذلك، أي أن هناك تنويع بالاقتصاد، وهذه نظرة مستقبلية من الشيخ محمد. نعم، يعني فعليا هو موضوع تنويع الاقتصاد بعدد من القطاعات وليس على قطاع واحد هي أهمية، سواء في دول الخليج أو حتى في أي دولة من دول العالم، لا يكون فقط الاعتماد على مدخلات النفط، لكن يكون هناك اعتماد على الاستثمار في عدد من القطاعات سياحيا وأيضا بيئيا نستطيع أن نقول. دكتور زايد، الميزانية في المملكة العربية السعودية وغالبية دول الخليج تعتمد على إيرادات النفط بنسبة تتجاوز 90%. اليوم هل تستطيع المملكة ودول الخليج عموما استغلال هذا الانهيار للبحث عن ما يعرف بتنويع مصادر الدخل؟ وهل تتوقع أن باستطاعتهم تحقيق ذلك خلال سنوات قليلة مقبلة؟ أعتقد أنه مثل ما ذكر أستاذ نائل، الحقيقة دولة الإمارات قطعت مشوار طويل جدا في هذا المجال، هو طريق تنويع مصادر الدخل، وأن استطاعت الحقيقة خاصة إمارة دبي الابتعاد كثيرا كثيرا عن الاعتماد على النفط، بالاعتماد بتنويع الاقتصاد مثل ما ذكر أستاذ نائل، باعتمادها على الحقيقة قطاع الخدمات بالدرجة الأولى وقطاع السياحة وقطاع العقاري. كاقتصادي لا أعول الحقيقة على هذه القطاعات في الأجل الطويل، لأنها لا تزال حتى وإن كانت إمارة دبي استطاعت أن تحقيق نجاح عظيم جدا نفتخر فيه جميعا كخليجيين، إلا أنه لا زال إلى حد كبير الحقيقة يعتمد على الآخر، يعتمد على دول أجنبية، لا من حيث رؤوس الأموال ولا من حيث حتى العمالة أو العمالة الفنية اللي تشغل هذه القطاعات. هذا جانب آخر. بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج الحقيقة اللي لا تزال بعيدة جدا عن 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 دبي أو اللحاق في دبي، أنا أعتقد أنه المكسب الوحيد من الانهيار اللي حاصل حديثا أو مؤخرا في أسعار النفط، هناك نغمة جديدة بدأنا نسمعها في دول الخليج وتحديدا في المملكة العربية السعودية، اللي نغمة الإصرار على تنويع مصادر الدخل. الخوف الوحيد اللي يواجهنا الآن وأعتقد أنه قد يكون قاتل هو طريقة التحقيق هذا التنويع. نعم. لا أشعر الحقيقة بالإطمئنان لما يدور حاليا من طرق واستراتيجيات تحقيق التنويع اللازم في مصادر الدخل والتحديد في المملكة العربية السعودية كاقتصادي. نعم. ولكن هناك مكسب كبير، هناك إصرار حكومي على تنويع مصادر الدخل حتى وإن كان هناك أخطاء في البداية، ولكن هناك قناعة كبيرة تامة أنه يجب الابتعاد أو الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وهذا هو الحقيقة المكسب إن كان هناك مكاسب لهذا. نعم. طب دكتور زايد، ما هي القطاعات اللي ممكن يتم من خلالها تنويع مصادر الدخل؟ البيئة، السياحة، ما هي تلك القطاعات وكيف يمكن أيضا استغلالها لأكبر درجة أو إمكانية ممكنة؟ بالنسبة للسعودية، أنا أعتقد أنه قطاع السياحة الدينية يأتي في المرتبة الأولى، غير ذلك بالنسبة للقطاع السياحي لا يمكن ننجح فيه الحقيقة مثل ما نجحت في دبي وقطر وعلى طريق البحرين كذلك، لا يمكن نفاز دول الخليج في هذا المجال. ولكن لدينا الحقيقة قطاعات أخرى، لدينا قطاع الآي تي أو التكنولوجي، قطاع التقنية، قطاع تقنية المعلومات، لدينا عنصر بشري هائل جدا في السعودية، متعلم مثقف، عندنا مبتعثين في أمريكا اليوم لا يقل عن 130,000 وجميع دول العالم، عندنا الحقيقة يعني عنصر بشري مؤهل تأهيل عالي قادر على خلق قطاع تقني عالي الجودة سيلعب دور كبير الحقيقة في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة في المملكة السعودية. كل ما نحتاجه فقط رسم استراتيجيات والتركيز على هذا القطاع، لأنه هو القطاع الحقيقي، هو القطاع المستقبلي، يندرج تحت هذا القطاع قطاع مثل ما ذكر أستاذ نائل في بداية حديثه وبداية انضمامي لهذا اللقاء، انه الطاقه المتجدده بالتاكيد تعتمد على التكنولوجيا وعلى الاي تي. كذلك قطاع الاتصالات قطاع واعد وقطاع مثمر جدا وموضح جدا في المملكه العربيه السعوديه، انا اعتقد انه يمكن استغلاله بشكل كبير جدا ليحقق الحقيقه الاهداف اللي فعلا نتمناها من تنويع مصادر الدخل وبالتالي تحقيق ما يعرف به التنميه الاقتصاديه المستدامه. نعم. طيب
سؤال أخير وسريع دكتور زايد، وسوف يكون سؤال مشترك لك دكتور زايد وأيضا الأستاذ نايل، كيف ترى مستقبل الاقتصادي لدول الخليج؟ هل هي نظرة تشاؤمية أم تفاؤلية؟ سؤال سهل الحقيقة، ولكن الإجابة عليه صعبة جدا. بتجاوب ولا ما بتجاوب دكتور؟ لا لأنه الحقيقة لأنه يعتمد على عقلية السياسي أكثر من عقلية الاقتصاد. اقتصاديا انا اقول دول الخليج تنعم بخيرات الحقيقه هائله جدا متى ما احسننا استخدامها. مثلا لو دول الخليج تقرر تخفيض انتاج النفط 2 مليون 3 مليون 4 مليون انا اعتقد المشكله راح تنحل. لكن هل السياسيين في الخليج ودول اوبك قادرين او راغبين في هذه الخطوه؟ انا كاقتصادي اعتقد لا، لم تحن الساعه الى الان. نعم، ابقى معي دكتور حتى أختم هذه الفقرة. سؤالي الأخير لك أستاذ نايل، نفس السؤال دكتور زايد، ما هي نظرتك المستقبلية للاقتصاد الخليجي، نظرة تشاؤمية أم تفاؤلية؟ بكل تأكيد تفاؤلية، لأن هناك اقتصاد قوي اعتمد على عدة تنويع اقتصاديات، رغم أن النظرة العالمية إلى اقتصاد الخليج أن نظرة نفطية فقط، لكن هناك فضل الله التنوع الاقتصادي أو التوجيه الاقتصادي بالنسبة إلى دول الخليج هي ما يجعلنا أن نتفائل بشكل كبير بالنسبة إلى اقتصاد دول الخليج. الأسعار السابقة للنفط هي ما جعلت هناك وجود عوائد كبيرة من أسعار النفط، ولكن تنويع الاقتصاد أيضا جعلنا نتفائل بشكل كبير إلى المستقبل. نعم، أشكرك كل الشكر الأستاذ نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي لوجودك اليوم معنا في برنامج الوطن اليوم، الله يحييك في أول حلقة من البرنامج. أيضا كل الشكر لك دكتور زايد لحصان أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نذهب لفاصل قصير، سوف نناقش بعده مستقبل الاستثمار البيئي، إلى فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، إذا أنتم تتابعون برنامج الخليج في أسبوع. كنا قبل الفاصل نوهنا إلى أننا سوف نناقش مستقبل الاستثمار في قطاع الثقافة. طبعا أنا قبل شوية حتى يقولوا لي الأخوة في الكنترول أنت دائما تقولين برنامج الوطن اليوم، أكيد طبعا اعذروني مشاهدينا الكرام، يعني أكثر من سنتين كل يوم برنامج الوطن يمكن أن يصير شوية لغط. عموما مشاهدينا الكرام، من أسواق المال اللي كنا قاعدين نتكلم قبل شوية ونناقش أهم وأبرز مواضيعها، ألا وهو انخفاض أسعار النفط، إلى بدأ الاستثمار في الخليج وتحديدا الاستثمار في الثقافة وتطوير هذا المفهوم في دول الخليج، حيث سادت جملة من المفاهيم الخاطئة في مجال العمل المؤسساتي الثقافي، ومنها أن الاستثمار في الثقافة هو استثمار خاسر اقتصاديا. ولكن حقيقة فإن الاستثمار الثقافي يمكن أن يسهم في الناتج القومي وأن يكون مثله مثل باقي القطاعات الصناعية والتجارية التي تعول عليها الدول في زيادة دخلها القومي. دول الخليج وعت جيدا هذه الثروة القومية من أجل إضافتها إلى مخزونها ضمن مسيرة الارتقاء بالشعوب، حيث ستضيف مملكة البحرين الثلاثاء المؤتمر الدولي الاستثمار في الثقافة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع مؤسسة ثيكنرز أند دورز الفرنسية والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في متحف البحرين الوطني. وستقام على هامش المؤتمر مجموعات فعاليات تضم ورش عمل وحلقات نقاش وعروض لأفكار مشاريع ناشئة في مجال الثقافة. ومعنا من المنامة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. بداية، ما هي أهمية الاهتمام بالاستثمار الثقافي وما مدى انعكاسه على دول الخليج العربي؟ أولا أهلا وسهلا بكم وشاكر اهتمامكم ومتابعتكم لما يدور في البحرين في شأن الثقافي بالتحديد. هذا المؤتمر يحاول أن يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في الثقافة،
ربما مثل ما ذكرتي السائد أو المتعارف عليه أن الثقافة لا تأتي بمردود مادي، ولكن على العكس من ذلك جميع المؤشرات الاقتصادية تقول أن التوجه العام حاليا لم يعد الاستثمار في العقار هو السائد، وإنما ابتكار وسائل جديدة تدر أرباحا للاقتصاد الوطني وتعود بفائد أكبر على الأفراد وعلى المستقلين بهذا النوع من الاستثمار. ربما على سبيل المثال نذكر تجربة بلباو، وهي مدينة إسبانية كما تعرفين لم تكن معروفة ولم تكن على الخارطة السياحية في إسبانيا إلى أن افتتح المتحف المعروف الذي تم تصميمه من قبل المهندس العالمي فرانكري، وأصبحت بلباو محطة أفئدة الناس وارتفع اقتصاد المدينة بكاملها من خلال متحف واحد. هذا النوع من التركيز على أهمية الاستثمار في الثقافة وأيضا خلق فرص عمل جديدة للعاملين بهذا الشأن تعطي أملا أكبر، وأيضا تعزز انتماء المواطن إلى بلده، إلى موروثه الحضاري، إلى ما يميز كل بلد من خصوصية لها طبعا الشأن الأكبر لتعزيز المواطنة وفتح أفاق جديدة. نعم شيخة مي، ما هي أهمية التعاون بين دول المجلس في من أجل تعزيز الاستثمار بالثقافة؟ التكامل، دائما نتكلم أننا هنا في دول الخليج نتكامل، لا مجال للتنافس وإنما التكامل. لو اتفقنا على سبيل المثال على مشاريع تكمل بعضها البعض تعتبر سلسلة، الزائر لدبي على سبيل المثال أو أبوظبي تستقطبه أو تشده معالم معينة، ولكنه أيضا يتوق لاكتشاف منطقة أخرى لها ما يميزها، يتجه إلى عمان أو يتجه إلى البحرين. البحرين دائما نحاول أن نروج لها، في هذا العام استندنا على 5 أعمدة أساسية. حين نقول البحرين تستحق أن تكون وجهتك لهذا العام، نركز على المواقع وعلى المتاحف وعلى المعالم وعلى المواسم وعلى المنازل. هذه الأعمدة الأساسية هي التي نستثمرها لتروج لسياحة ثقافية نريد منها أن تكون رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني. نعم أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في أولى حلقات برنامج الخليج في أسبوع، كل هذه المشاركة القيمة. أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع، الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. شكرا جزيلا لاهتمامكم. شكرا جزيلا لاهتمامكم. مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون أولى حلقات برنامج الخليج في أسبوع. مشاهدينا، من الاستثمار في التعليم والثقافة إلى الاستثمار بالوعي البيئي، وهذا الأمر الذي لا تزال دول الخليج العربي تعمل من أجل تنميته والارتقاء به كواحدة من أكثر المناطق التي تهتم بحياة الإنسان في العالم. الوعي البيئي في دول الخليج رغم ما يشوبه من سوء فهم لدى البعض إلا أنه يمشي على قدم وساق متماشيا مع مسيرة تطوير كافة القطاعات الخليجية. وأخيرا ما قامت به دول المجلس بتطوير جائزة مجلس التعاون الخليجي للبيئة والحياة الفطرية من أجل التوعية البيئية بين دول حوض الخليج، جوائز عدة سلمها رئيس المجلس للفائزين، نذكر منها جائزة سلطنة عمان حيث استلمت السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية هذه الجائزة، وجائزة مجلس التعاون الخليجي للبيئة والحياة الفطرية في مجال التوعية البيئية لعامي 2013 و2014. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن أبوظبي الدكتور محمد داود الاستشاري البيئي الدولي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، أثبتت معطيات الواقع أنه لا يمكن معالجة المشاكل البيئية بالوعظ والتعليمات والأوامر والتشريعات،
بل لابد من أداة فعالة في إطار السياسة البيئية. تتجسد هذه الأداة بالاستثمارات البيئية التي يترتب أكيد عليها جملة من الآثار والمنعكسات الاقتصادية. حدثنا عن هذه الجزئية المهمة. هو موضوع البيئة أصبح، أولا أهلا وسهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام. الحقيقة أنه موضوع الاهتمام بالبيئة لم يعد طرف، ولكن هو ضرورة حياة، لأنه البيئة بتؤثر على كافة ومناحي الحياة، سواء الحياة الصحية، سواء الحياة البشرية، سواء الاقتصادية وغيرها من الأبعاد الأخرى المتعلقة بكافة قضايانا الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي كان من المهم جدا الاستثمار في مجال التوعية البيئية، وأيضا في مجال التقنيات الحديثة اللي بتؤدي إلى الحفاظ على البيئة، سواء في ترشيد الموارد أو استهلاكها أو تفعيل كفائتها أو غيره من الاستثمارات. وبالتالي عملية الاهتمام بالبيئة أصبحت ضرورة ملحة، ووضعت دول الخليج برامج عديدة وأنشأت الهيئات المتخصصة والوزارات المتخصصة في هذا المجال لوضع برامج وسياسات تهدف إلى الحفاظ على البيئة سواء حاليا أو في المستقبل. نعم، إذن الدكتور محمد داود الاستشاري البيئي الدولي كنت معنا من أبوظبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، الوعي البيئي في دول الخليج هو موضوع شائك، فكنا قد طرحنا سؤال عليكم عبر صفحة تلفزيون الآن وصفحتي أنا الشخصية على موقع تويتر وأيضا على موقع فيسبوك. سوف نستعرض آراءكم في هذه الفقرة. السؤال كان كالتالي: ما هو مفهوم الثقافة البيئية لديك وكيف نغرسها في الأجيال القادمة؟ نبدأ مع مجموعة من تعليقات. أيمن سالم ذكر أن الثقافة البيئية للأسف في مجتمعنا لم يعيشها كل ما تعرفه هو ارمي نفاياتك في المكان المخصص. أما سعد السليم ذكر حتما ستكون من الأب والأم أولا ثم النطاق المعيشي أي المجتمع ثانيا، حيث أنها ستعزز بالقراءة للأجيال القادمة. أيضا محمد مدني ذكر يجب وضع حصة دراسية في المنازل وكذلك عمل حملة إعلامية ثقافية. أيضا سفير النوايا الحسنة ذكر الثقافة البيئية هي من تربى عليها أولا أولياء الأمور منذ الصغر لحد ما كبروا أصبح أجيالهم عادة عليهم من الصغر تعودوا عليها مثل بلاد الغرب. أيضا صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان كان قد شاركنا في هذا السؤال وذكر أنه يجب أن تأخذ موقعا بين العلوم والآداب التي تدرس بحيث تتحول إلى منهج تدريسي فقط. أيضا مشعل القرشي، طبعا أكيد أنا أوجه له طبعا تحية، هو ضيف البرنامج الدائم، طبعا ذكر لي أن أقترح عليك يا شيرين مناقشة التعصب الرياضي وأسبابه وتأثيره على الأسرة والمجتمع. شكرا لك وإن شاء الله بنناقشه في حلقات مقبلة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخليج في أسبوع. بس أنا طبعا قبل لا أختم، طبعا من خلال التغريدات اللي أنا تناولتها وأيضا تفاعلت معها البارح كل اليوم وأيضا اليوم، كان أبرز شيء طبعا أنا حبيته ويمكن بعض أيضا يعني يزعل، هو أحد الاقتراحات كانت أن ليش ما يكون في غرامات على من يقوم بإلقاء القمامة في الشارع. طبعا أنا حبيت الشيء هذا، ممكن حنا طبعا تكون مدينة دبي تجربة مستفادة أن ما حد يقدر أن يرمي المخلفات في الشارع وبشكل عشوائي. أيضا طبعا الكثير من الزملاء ذكروا أن مفروض أن يكون هذا الشيء موازع وأيضا يعني حس المسؤولية، ويجب كمان أن نعلم عليه عيالنا في المنزل قبل حتى لا يخرجوا إلى الشارع. مشاهدينا، ماذا أيضا عن سؤال الأسبوع اللي بيكون مستمر معكم أسبوع كامل؟ أكيد يسعدنا أنكم تتواصلوا معنا بهالسؤال، ويسعدنا أيضا نستعرض إجاباتكم مثل ما استعرضنا إجابات السؤال اللي كان يوم واحد وفعلا أسعدتني الإجابات والتفاعل الكبير منكم. السؤال هو: أيهما السبب وراء حالات الطلاق، الرجل أم المرأة؟
أكيد أنا بنتظر إجاباتكم، ردود أفعالكم، مشاركاتكم لنستعرضها معا في الحلقة المقبلة من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع. انتظروني أنا شيرين الرفاعي كل أسبوع بقضايا خليجية جديدة. مع السلامة.